رفع مجلس الوزراء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى شعب مملكة البحرين العزيز التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطني يومي 16 و17 من ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 46 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 18 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. ونوه المجلس بما تحقق من إنجازات مشرفة للمملكة في مختلف المجالات عبر مسيرتها التنموية الشاملة، وعزز من مكانتها الدولية والإقليمية. بعد ذلك اطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس على نتائج زيارة سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، حيث أشاد مجلس الوزراء بنتائج هذه الزيارة الناجحة وما تخللها من توقيع على اتفاقيات ثنائية هامة ستشكل نقلة جديدة على صعيد تعاون البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية. وبمناسبة يوم الشهيد التي تصادف يوم 17 من ديسمبر من كل عام، استذكر المجلس تضحيات شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم للذود عن الوطن وحماية مكتسباته. وأكد المجلس على أن يوم الشهيد هو مناسبة وطنية تأتي تقديرا وتكريما ووفاء للشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس وسطروا أروع صور التضحية للدفاع عن أمن الوطن. من جهة أخرى، فقد أطلع سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس على مجريات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في دولة الكويت الشقيقة مؤخرا، وبأبرز التوصيات والقرارات التي تبنتها هذه القمة، حيث أشاد مجلس الوزراء بما هيأته دولة الكويت الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنجاح أعمال هذه القمة، وما توصلت إليه من نتائج تدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي والتمسك بمبادئها وما قامت عليه. في جلسته الاعتيادية التي عقدت بقصر قضيبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هنأ المجلس معالي وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، مشيدا بجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. وأشاد المجلس بمنتدى حوار الملامة في نسخته 13 الذي استضافته مملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، التي تركزت محاوره على ضرورة محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتعزيز فرص السلام. بعدها أكد مجلس الوزراء على موقف مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لعودة الشعب الفلسطيني لأرضه وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأهمية تجنب أي قرارات تؤدي إلى تعطيل الجهود الحثيثة القائمة لإحياء عملية السلام. كما ثمن مجلس الوزراء بالتقدير عاليا موقف جامعة الدول العربية بشأن القدس والاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة مؤخرا، والمواقف التي أبدتها الدول العربية والإسلامية والصديقة تجاه قضية القدس خصوصا والقضية الفلسطينية عموما. وقد أتلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بتصريح حول جدول أعمال الجلسة والقرارات التي تم اتخاذها. وهي أولا، أحيط المجلس علما بالمشاريع الخدمية والتطويرية التي تم حصرها من قبل وزارات الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط والعمراني والإسكان والتربية والتعليم أثناء زيارتهم التفقدية حسب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لعدد من مدن وقرى المملكة، والوقوف على احتياجاتهم من الخدمات الإسكانية والبنى التحتية والمشاريع التطويرية والمدارس، مستعرضا المجلس ما تم تحقيقه لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات البنية التحتية في قرى الدراز والبداية وبني جمرة والقرية وأم الحصم وسترة والنبي صالح عبر 95 مشروعا خدمي وتطويري جاري تنفيذه 36 مشروعا منها ضمن برنامج التنفيذ العامين 2017
2017-2018 بالإضافة إلى 59 مشروعا قيد الدراسة لتحسين الشوارع والطرق العامة. ثانيا، أما على صعيد الخدمات الإسكانية فقد تقرر زيادة نسبة التوزيع للأهالي في الدراز وبني جمرة وجونسان والقرية من المدينة الشمالية بواقع 324 وحدة سكنية، إلى جانب توزيع 748 وحدة زيادة من مشروع قرية سترة ومدينة شرق سترة الإسكاني لتلبية طلبات أهل سترة، ورفع نسبة الاستفادة من مشروع مزايا بواقع 1000 وحدة سكنية لتلبية احتياجات أهل جلالي والدير والسماهيج، وتحديد 3 مواقع حكومية لمشروع إسكاني يخدم أهل الدراز وآخر في بني جمرة، وتحديد مواقع مقترحة لمشروع إسكاني لأهل جونسان والنبي صالح. ثالثا، وفيما يختص بتلبية طلبات الأهل من الخدمات التعليمية، فإنه جاري العمل على افتتاح مدرسة ابتدائية إعدادية في الملكية وإنشاء مدرسة إعدادية جديدة في جلالي ومدرسة ثانوية جديدة في محافظة المحرق وإنشاء مبنيين أكاديميين في مدرستين ابتدائية إعدادية، الأولى للبنات والثانية للبنين في البديع، بالإضافة إلى توفير نوادي صيفية والاستفادة من المنشآت التعليمية خلال الفترة المسائية وحل مشكلة الازدحام أمام عدد من المدارس في أم الحصم وسترة والنبي صالح والمعامير. رابعا، كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بالتوقيع مع الشركة المشغلة لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية نيابة عن جميع الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء بالمركز المذكور، وذلك تمهيدا لاستكمال عملية الربط والسماح ببدء تبادل المعلومات الائتمانية بين الأعضاء في المركز، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق. خامسا، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية. سادسا، بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهريب من الضرائب بين مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري، وحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. سابعا، وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تعديل رسوم معاملات التوثيق ورسوم التراخيص الخاصة بمكاتب العدل بهدف تحسين جودة وكفاءة وسرعة تلك الخدمات المقدمة، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ثامنا، وافق المجلس على اعتماد البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وإنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، وتشمل في عضويتها ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية معنية بالنقل الجوي، حيث يهدف البرنامج إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الطيران بما يتماشى مع متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي. تاسعا، بحث المجلس تشكيل لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي تتولى متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. عاشرا، أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون تمت صياغته في ضوء اقتراح بقانون من مجلس النواب لتعديل قانون الميزانية العامة وإشفاعه بمذكرة برأي الحكومة بشأنه. كما وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن وقوف واستعمال الشاحنات والمركبات في الأحياء السكنية، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.